الليبية. رئيس اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم بعد هذه التوزيعة، محمد عمار كاد يخطئ، محمد عمار يعتذر لصاحب من المأمورية. هذا من مروان الزاكوزي، الكرة باتجاه من معتصم خامس ولكنها سارة لحارس المرمى حمدي طارق. حلوشي مالك مر كما ينبغي، عناصر منتخب ليبيا بدأت تسترجع في الثقة نوعا ما. يتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع عن طريق تامر زياد نجم الدين بعد أن خرج خروج سيء الحارس المرمى. بطاقة صفراء منحها حكم المباراة لعمر معمر الخارف طوله، وما يمنح الفرصة أكثر لتجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين. الكرة هذه التوزيع من بدني في داخل منطقة العمليات، بالتسديدة الثانية من قاسي يعقوب، ولكن الأروع من محمد عمار الذي أنقذ مرماه من هدف محقق. هي مرفوعة داخل منطقة العمليات الرأسية، ما أروع الهدف، ما أجمل الهدف، يا سلام سلم على هذا الهدف، ما أجمل بالوني جبريل إلياس الذي اقتنص الكرة ووقع الهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني. المنتخب الوطني اجتهد ونشط وحاول، فتمكن بالولي جبريل من إسقاط محمد عمار من جانب المنتخب الليبي حارس المرمى براسية ولا في الأحلام ولا أمام الكرة الليبية من حارس المرمى باتجاه مروان الزاكوزي. المروان ما زال يحتفظ، يراوغ مروان ينتظر في الحل جوهر بعلابين، يسدد من بعيد قوة وحارس المرمى حمادي طارق. من هذه التوزيعة، التوزيعة، التوزيعة ضاعت على المنتخب الوطني، منتخب المغرب، منتخب معفى. جميلة هذه، راح مسلم، راح مسلم، راح مسلم، راح مسلم، راح مسلم، راح مسلم، سجلها يا مسلم. ماذا تفعل، ماذا تفعل يا صديقي يا أنتوف يا مسلم؟ إن قمت بالصعب، وقمت بالصعب وتريدت وتباطأت ولم تريد التسجيل، أم ماذا؟ هل هي نقص الخبرة؟ هل هي نقص الخبرة أم نقص الحس التهديفي؟ كان بإمكانك أن تقضي على أطوار هذه المباراة في محاولة أولى وثانية، ولكنك فضلت الاقتراب أكثر من حارس المرمى. ارفعها هنا يا صديقي. ثانية دولية، عكس المباراة الأولى اللي ما كان عندنا حتى فكرة من ناحية، يعني خاصة من ناحية الذهنية، اللاعبين تاعنا ما عندهم حتى تجربة من هذا الجانب. الحمد لله على كل، عرفنا كيفاش تجوزوا المرحلة الأولى هذه، يعني الامتحان الأول. إن شاء الله الامتحان تاني نحضروا له بصفة عادية، ماهوش تحضير خاص. حنا أهم شيء هو التقييم العامل تاعنا اللي قمنا به في هذه الفترة الأخيرة إن شاء الله. رانا فرحانين اليوم بالمباراة اللي قدمناها والفوز لأول مباراة في هذه الدورة. ان شاء الله لا بروشان ماتش ان شاء الله نديروا ماتش مليح، مام تروزيام ماتش وكاتريام ماتش. كان عندنا فرص باش نسجلوا اهداف ضيعنا، وان شاء الله ان شاء الله نخلفوها في بروشان ماتش وتروزيام ماتش كاتريام ماتش، وان شاء الله لا بروشان ماتش نكونوا احسن من هذا الماتش ان شاء الله.